6 فيفري 2013 شكري بالعيد تقتل قدام داره. 6 فيفري 2021 نزلت لعبت في الشارع، تحي في ذكرته، كمل في معركته والطالب بالحقيقة. جينا باش نجددوا تساؤلنا، شكون قتل شكري بالعيد؟ نحن دعاة سلم، ماناش دعاة عنف، نندد بالعنف الذي ارتكب ضد المناضلين، ضد القيادات السياسية، أهمها الاغتيالات السياسية. هذه الجريمة التي ترتقي إلى مستوى جريمة الدولة، إلى حد الآن ما ثماش كشف عن الحقيقة، رغم كل الأدلة ورغم كل القرائن اللي قدمت، وخاصة قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد والحاج محمد إبراهيمي. كل 6 فيفري نخرجوا ونقولوا حي شكري فينا حي، وعلى خاطر شكري آمن بتونس، وعلى خاطر شكري قال تونس، نحن خرجنا اليوم نقولوا تونس، واستكمال مسار الثورة نكملوا في ثورتنا. هذا كل موجدي، الشباب توا عندهم بريسك شهر يهبطوا للشارع مكرزي، مكرزين على القمع والعنف البوليسي، مكرزين على القوانين الرجعية كما القانون 52، وكي تسألهم وين يحبوا يوصلوا تسمع من الحل البرلمان، الحل النقابات الأمنية، حصيله ما تفهم شيء. جينا طالبوا بإسقاط منظومة الفساد، منظومة العمالة، منظومة الاستبداد، منظومة الاغتيالات، منظومة الإرهاب. نحبوا سيادة اجتماعية، نحبوا دولة ذات سيادة فعلا وقولا. جينا باش نجاوبوا اللي لا مجاهدة أكبر إلى الشعب، نحبوا نطردوهم من بلادنا، احنا هما اللي نملكوا تونس، احنا ولاد تونس، احنا شعب تونس، وذوما عملاء صبايحية وخونة يجب طردهم من بلادنا اليوم. ومشيرة الأخرى، الأمنيين زادا مكارزين من السبين والدهر، هذوما كل سمعناهم كي هبطنا أنا وقدور حكينا معهم الجمعة اللي فات. اللي صار علينا نهار السبت لا يمكن السكوت عليه بأي حال من الأحوال. تقول لي ضبط النفس، ضبط النفس عنده حدود، أما باش توصل تهيني وتهين مرتي وتهين ولدي وتهين عائلتي وعائلة الأمنيين، نقول لك هنا ستوب. الدهن ما يقتلش، الغاز هو اللي يقتل، الكرتوش هو اللي يقتل. الناس الكل مفلكتة، الشعب بشيابه وبشبابه، الطب، البوليسية، حاسيلو الناس الكل. اي باهي، والبوفوار عند شكون؟ شكون اللي بالحق ينجم يصلح ويبدل الامور في هالبلاد؟ يوينو خيصور؟ مش التوانسة اختاروه باش يصلح لنا البلاد؟ يوينو البرلمان؟ هاك النواب اللي اختاروهم العباد، مش نورمالمون يتحملوا مسؤولية هذا الكل؟ يا خويا انا تمهمشت، واللي فاهم يفسر لي في الكومنتارات. وهنا قاعدين كل جمعة وقفة احتجاجية، وهاني انا وقدور نتبعوا في اللي صاير، ان شاء الله برك ما تفدوش منه، وهنا مع بعضنا ونشوفوا وين اخرة هالوضع المنايك.